موسم الربيع أخيرا وصلنا، داب التلج عنا هون بكندا وكل الأشياء الطيبة بلشت تطلع مثل الهليون وطبعا العكوب. فأنا حصلت شوية عكوب هون عنا بكندا إذا فيكن تصدقوا، وأنا متحمسة كتير لأعمل الأكل اللي أنا بحبها مع لبن ولحمة. وهلأ رح أفرجيكم طريقتي بالتفاصيل. معلقة سمنة، وطبعا هاي السمنة اللي أنا بعملها بالبيت وأنتوا بتعرفوا صرتوا هلأ بتعملوها، وموجود عندي فيديو كل التفاصيل كيف تعملوها. هلأ لحم الخروف اللي عملته من دون عظم وقصيته يعني هيك شقف صغيرة. والسبب أنا بقلي اللحمة بالأول، بحب اللحمة تتحمر، ولما تتحمر يعني تتكرمل أو الحلاوة اللي فيها بتظهر، وبعدين بصير لونها بني أحلى منظرها شكلها من لما تكون اللحمة بس مسلوقة. فهاي المرحلة كثير مهمة. فهلأ أنا بستنى بسرعة يعني بس أشوف شوية حمار، وبعدين بضيف عليها المنكهات. طبعا يعني هاي أكلي مشهورة عنا في بلادنا بفلسطين بلبنان بسوريا بالأردن، وخاصة أهل نابلس اللي أكثر شيء يعني هاي الأكلة بحبوها. يعني أنا بتذكر أمي كانت تقولي وأنا صغيرة يعني تحلم بهاي الأكلة وتتمناها بس ما كانت تلاقيها، بس أنا لقيت. أشوف هاي واحدة حمرت، يعني ما بياخد وقت كثير لما بتكون الطنجرة حامية مزبوط اللحمة تتحمر. فهون عندي بصلة صغيرة فرمتها خشنة، هاي رح تروح كمان، هاي رح تنكه المرقة. وبعدين عندي عود قرفة وورق غار، وبعدين حب هال، هذا كله رح ينكه. وعندي هون نص معلقة بهار حلو أو بالإنجليزي بسموه allspice، وهو مش البهارات المشكلة 7 بهارات أو 9 بهارات، هو عبارة عن بهار شكله مثل الفلفل الأسود وبيطحنوه وإله نكهة طيبة، يعني كأنه بهارات مشكلة بس هو بهار واحد. فهون بس أصب المي، كل هالصوت هذا بيهدى، يعني أنا هيك بعرف إنه كمية المي صح لما تصير رواق. بعد ما غليت طبعا مثل ما قلت لكم في شوية زفرة، هاي بشيلها عن الوجه بس نتفي. هلا بخفف النار وبعدين بغطي الطنجرة وبخلي شوية مفتوحة عشان البخار يطلع، وبتركها حوالي نص ساعة لتستوي اللحمة على الآخر. هلأ أنا عندي اللبن هون على النار وحطيته على النار الخفيفة، وطبعا اللبن إذا تركناه يغلي لحاله من دون ما نحط له شيء ليخليه يجمد ويتماسك بيفرط. أنا بحط مي باردة وبضيف عليه شوية نشا، ولازم تكون المي باردة مش سخنة عشان ما يصير تكتلات. Okay. وبعدين بضيفه فوق اللبن، وهذا لبن أنا روبته بالبيت طازة، وإذا ما روبته بتقدروا تشتروا لبن، المهم يكون لبن كامل الدسم ونوعية جيدة. وهلأ أنا بستمر بالتحريك عشان اللبن يجمد، يعني بيصير مثل الكاسترد. فهلأ بستمر تجمد وتبلش أنجأ تغلي شوي، وبعدين بطفي تحتها وبستمر بالمرحلة اللي بعد. هلأ اللحمة عم تستوي صارت على الآخر واللبن طبخنا وجاهز، فهلأ كيف بدي أتصرف مع العكوب؟ هلأ العكوب لما بيتلقط عليه شوك كتير وصعب تنظيفه، يعني شغلي كبيري، يعني اشتريته ونظفته وأخذ مني وقت كتير، وحتى الكمية زغرت يعني ما كان عندي كمية كتيرة. سو هلأ رح أزيد عليه أشياء بتناسب معه. هلأ أنا اكتشفت كمان طعم العكوب قريب كتير من الأرض الشوكي، وبعدين كمان إله نكهة من الهليون، يعني كأنه جمعنا هليون وأرض الشوكي مع بعض بهذا الطعم.
فلما يكون الواحد ما عنده هذا الإشي وصعب تلاقيه، يعني ما بعرف كيف لقيته بكندا بس لقيناه هلأ صار يوصل. أمي من زمان لما كانت مشتهي هاي الأكلة كانت ما تلاقي العكوب بس تستبدل بالأرض الشوكي. بعد ما نظفتهم غليت مي تسارت سخنة مغلية يعني، وبعدين سقطت العكوب اللي منظف ومشيول منه الشوك بالمي السخنة بس هيك شي دقيقة، وبعدين دغري شلته وحطيته بصحن في مي بارد وتلج عشان يوقف استواءه تقريبا نص مستوي. وهلأ أنا بدي كمل استواء بالفرن، يعني بدي أشويه بالفرن قبل ما أحطه أضيفه على الأكل. هلأ فيكم تقلوه، أنه بعرف في ناس بيحبوا يقلوا العكوب بس أنا بحب أشويه بالفرن مثل ما بعمل كتير خضرة. وهون عندي القلب أرض الشوكي كمان راح أحط هون الباقيين. فكمان الهليون شو عملت فيه، يعني هذا طازة وهلأ موسمه بالربيع، بنفس المي السخنة سقطته يعني كمان 30 ثانية أو دقيقة وبعدين سقطته بالمي الباردي عشان يوقف استواء، فهو هلأ نص مستوي. فأنا شو الغرض، أنا بدي أحطه بالفرن عشان يتحمر شوي، إنه الزيت اللي راح يساعد الخضرة كمان تتقرمش وتتحمص شوي وبيصير طعمها أطيب. وهون كمان رح حط لي معلقة من السمنة الطيبة، وهي كمان بتزيد نكهة. فهلأ بدي أغطس أنا بإيدي وأخلي السمنة يعني تلمس كل شيء، بحطهم بالفرن تينشووا ويتحمصوا شوي وبعدين منضيفهم على الأكل وفرجيكم المرحلة اللي بعدها. وهاي الخضرة جاهزة ومحمصة كلها، العكوب والهليون والأرض الشوكي. حضيف اللبن، نقرب عشان ما نلخبط الدنيا. فاللحمة طبعا مستوية كلها، وهاي نخلطهم مع بعض. فهون العكوب بينزل والهليون، فبكل لقمة بيطلع لنا إشي من هاي إشي من هاي إشي من هاي، يعني مش كل لقمة مثل التاني. هلأ آخر شي عندي التقلية أو القدحة، وهون عندي توم وكزبرة وقليتهم مع شوية سمنة، وهاي اللي بتعمل كل الفرق بالطعم. اوكي، فهلأ التوم أنا بخليها كمان 5 دقايق لتشرب من نكهات مظبوط، وبعدين صار وقت الأكل. عندي هون شوية رز مفلفل جاهز، وهون رح أطلي معلقة أطلع شوية من أرض الشوكي، هاي العكوب هون كمان، وشوية هليون. وبعدين بحب أنا أزينها بسنوبر مقلي وكمان فستق حلبي، هذا زيادة من عندي. بشر الليمون، إنه اللبن حامض وبعدين أرض الشوكي والهليون والعكوب، يعني بيمشي معه هذا الطعم، طعم الليمون. فالقشر بيعطيه كمان زيادة يعني زي عطر، بس عطر ليمون لذيذ. هلأ أمي من زمان لما كانت تعمل هاي الأكلة أو تعمل يعني تتمنى تعمل العكوب ما كانت تلاقيه، بس مثل ما قلت لكم يعني كانت تستبدل أرض الشوكي بداله. يعني بعرف إن هالأكل مش عكوب على الحل، بس صدقوني إذا بتجربوا أرض الشوكي مع الهليون، إذا مش موجود عندكم العكوب يعني مش بطال، يعني بيمشي الحال وبيرجعكم للذكريات الحلوة. وتحية لكم وخاصة أهل نابلس اللي أكتر شيء مشهورين بهاي الأكلة، والصعوبات اللي بواجهوها خاصة بفلسطين لما بدهم يطلعوا على الجبل لينقوا العكوب. فبس تاكلوا تجربوها اكتبوا لي بالكومنتس قولوا لي شو رأيكم، وإن شاء الله تعجبكم. بقولكم من هلأ صحة وهنا.